في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. هذا ما ذكرته الكتب السماوية والشرائع التي قدست بيوت الله. كنيسة كانت أو مسجدا، لم يسلم من القصف الذي يرتكبه يوميا وعلى مدار الساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة. لم يكن يتصور من حاول الاحتماء في بيوت الله أن من يقصفون ليس لديهم قلوب يعقلون بها، وهم من يعيشون ويؤسسون وجودهم في العالم على أساس الدين. أجوا من تحت القصف ومن بين الدمار وشردوا للمكان هذا، قالوا إن احنا هان آمنين. ولحقهم الدمار، لحقهم الدمار يا بايدن، لحقهم الدمار يا بايدن، يلي بتعطي كل الدعم لإسرائيل لأجل تكتل المدنيين يا بايدن. أنتوا كل طيارات هذه في السماء وامداد الجو لمدينة إسرائيل بس لأجل تكتلنا وتكتل المدنيين. هذا هدفكم في الشرق الأوسط، تكتلوا المدنيين. جيش الاحتلال لا يتردد في تدمير المقدسات، وآلة القتل الإسرائيلية تسير في خطاها لتسوي المدينة بالأرض بكل ما كانت تحمله من حياة. لا فرق بين مسيحي ولا بين مسلم، هاي الصورة بتحكي لحالها، هي جثة طالعة من تحت، أكثر من 400 نفر، طلعنا لحتى الآن 28 جثة، هاي مقسمين على مستشفيات، طب هذا مكان آمن، مكان للعبادة، بيوتهم انقصفت، وناسهم ودورهم انقصفت، شردوا يحتميوا في الكنيسة، هاي الكنيسة أكلتها هواية، طب إيش ذنبنا إحنا؟ إحنا كمدنيين، إحنا كمسيحيين، كمسلمين، إيش ذنبنا؟ إحنا مدنيين. البسطاء من أهل فلسطين الذين فروا إلى الكنائس والمساجد لإنقاذ أرواحهم، غاب عن قلوبهم الطيبة أن من يقتلهم يعيش هكذا منذ عقود، لا يخجل ولا يعبأ من تدنيس وهدم بيوت الله وقتل من فيها من أبرياء.